الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هعمل بيدك. فيديو النهاردة أنا جات لي فكرة، عندي بطارية زي ديت كده، دي بطارية نوكيا عادية خالص، تمام. البطارية دي احنا لو قسناها دلوقتي، ثانية واحدة كده اهي، لو قسناها كده طبعا رأيت اللي عملت الأحمر موجب والأسمر سالب، تمام. يطلع معانا القياس بتاعها حوالي 4 فولت، اللي حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، تمام. طب احنا عندنا لعبة أطفال زي دي، دي لعبة أطفال 2 حجارة، الحجارة 1.5، 1.5 يبقى 3 فولت، تمام. طب 4 فولت من 3 فولت حاجة بسيطة، تمام. فأنا جات لي فكرة، أنا ممكن أوصل البطارية ديت للعبة، وفي نفس الوقت أقدر أشحن اللعبة بعد كده، مش محتاج بطارية كل شوية أغيرها، تمام. احنا دلوقتي في مسمارين فكيتهم تحت اهوت، فكيت اللعبه زي ما انتم شايفين كده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اوصل سلكين، واحد في الموجب واحد في السالب، تمام. بعد ما نوصل السلكين دول، واحد موجب واحد سالب، انت برضو عشان تلاحظ عندك عشان ما تتزولش، بقى في علامه بطاريه تحت اهيت، شايف الكاميرا كده ولا لا؟ اهي موجب وسالب. يبقى احنا الموجب بتاعنا اللي هو اللي على الشمال، والسالب بتاعنا اللي على اليمين، تمام. هنجيب سلكين، ثواني مستعجل، انا جبت سلكين برضو، سلك احمر وسلك اسمر، تمام. عملت ايه؟ السلك الاحمر عديته من ورا، يعني حاولت شبطته كده في الموجب بتاعه من هنا، والتاني اللصمة خليته في السالب هنا من ورا، تمام. يعني انت ممكن تربطه بأي طريقة، او ممكن تربطه من هنا مفيش مشكلة، تربطه هنا او هنا، يعني واحد موجب واحد سالب مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تحدد الموجب والسالب بتاعه، تمام. يبقى الموجب ناحية اتجاه الموجب والسالب ناحية اتجاه السالب، تمام. هنبدأ نعمل تيست كده الأول، هنشغل اللعبة بتاعتنا، فيها قلنا اوف اهي، وهنحط بس البطارية اهوت، الاسمر مع الاسمر والاحمر ورا زي ما انتم شايفين، اللعبة بدأت تتحرك اهيت كده، احنا شغالين صح، تمام. هنبدأ نعمل ايه بقى تاني؟ انا جبت معايا طبعا، انا عندي شاحن ديسكتوب زي ما انتم شايفين اهوت، عامل له وصلات. انت ممكن الوصلات ديت، يا اما دي وصلات موتوسيكل، يعني عشان طبعا ايه بنحب مجال الموتوسيكلات وكده، بتاعت اللهم ذكرني يا رب، بلاط الشحن، تمام. تبقى حاجات جايه زياده او حاجات قديمه، حاجات مقطوعه عندك، انت ممكن تجيب برضو وصلتين زي دولت، يعني يكون فيها 2. انا عندي اي واحد بتاع اكسسوار، تسجيلات، اللي هو بتبقى حاجات رفيعه، بينا رفيعه بدل ما تعمل بينا تخينه كده زي ما انا عامل. البنه دي بقى لازمتها ايه عندي؟ دي هنعملها وصله الشحن بتاعي، عشان اقدر اشحن من خلاله البطاريه وهي جوه اللعبه. انا البطاريه خلاص كده، انا هفكها ازاي؟ بالنسبه للبطاريه، انا جبت بطاريه زي ديت، بطاريه نوكيا، يا اما تروح لواحد بتاع لحام برضو تسجيلات وكده، الحملك الموجب في الموجب والسالب في السالب، يا اما انت تحاول تتصرف تلحمهم باي وضع انت بقى وايه ودماغك، تمام. انا في الغالب انا فكيت الجزء اللي فوق دوت وعملتها بالشكرتون زي ما انتم شايفين، بس الافضل ان انت تروح تلحمها وتلف عليها برضه لفه الشكرتون عشان خاطر ما تفصلش منك بعد كده، تمام. طريقه بقى التركيب، هنبدا انا دلوقتي معايا اهوت واحد موجب واحد سالب، هنوصل طرف البطاريه اهو، هنطفي الاول اللعبه بتاعتها عشان ما تشتغلش، هنوصل الاسمر بالاسمر، وعايز نوصل معاهم طرف اللي هو بتاع الايه بتاع الشحن، فانا المفروض نعديه من هنا في اللعبه كده، في اي مكان اي خرم عندك تعدي منه عشان تعرف تشحن بعد كده، وهنوصل الاسمر بالاسمر. وعامه الديسك توب ما فيهوش موجب وسالب، ما بيفرقش معاه، تمام. انا وصلت دلوقتي وصلاتي، هنبدا نلف عليهم شكرتون.
الديسكتوب بحلاوته مفهوش موجب وسال. مسكت اول وصلة اهيت كده، هنجيب الوصلة الموجب مع الموجب، نلف عليها كده، وهنجيب الوصلة بتاعت الشحن اهيت زي ما انتم شايفين. انا ليه بقى خدت البطارية النوكيا الصغيرة دي؟ عشان خاطر انا كان عندي بطارية بتاعت سامسونج كبيرة، حجمها كبير بالنسبة لايه؟ لمكان اللعبة، مش هتعرف تدخلها جوه اللعبة. تمام، انا كده وصلتي كلها تمام. هنبدأ نبيت البطارية بتاعتي جوه، وهنبدأ نقفل. بعد ما قفلت كده بقى عندي وصلة الشحن بره خارجية اهيت، نجرب معاكم اول وصلة الشحن. الشاحن للصوب اللي انا عامله اهو، ده شاحن قديم اصلا وانا عدلت فيه، انا مفيش تعديلات يعني، انا دلوقتي طلعت منه فردة وفردة وصلتها للفي اتش ديت. تمام، وادي كهربتنا اهيت، الشاحن قايد معانا اهوت زي ما انتم شايفين، المفروض اول ما نوصل يشحن معايا على طول. اهو كده بيشحن، اهو شايفين كده البطارية بتشحن بكل ايه؟ بكل اريحية وكل سهولة. تمام، نبدأ بقى نجرب اللعبة معاكم. طبعا السجادة دي مش هتمشي غير كده قاعدة من هنا ب اللي شايفينها شغالة. لو عجبك الفيديو ادعمني بالاشتراك واللايك، ولا فيديو اخر من قناة عندك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.